هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم أرنوب الرسام نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة هل هذا ممكن؟ أرنوب الرسام ابدأ على مهل إنه شيء سهل بقلم وورقة هذا هو الحل إلى أعلى الرأس ثم أذنا أخرى مدورة جميل جدا أرنوب تابع رسمك ثم إلى الأسفل إلى الأعلى لإكمال نصف الدائرة والعينان كيف تبدوان؟ نقوم برسم نقطتين هكذا أرنوب كيف ترسم له أنفا مدورا جميلا كأنفي؟ لا أنفه بيضوي أي دائرة متطاولة هكذا وكيف يبدو فمه؟ بسيطة سنرسم خطا وكأنه يضحك إنه ظريف حقا ثم ماذا؟ ثم الآن يوكو نرسم جسدا بيضويا مع رجلين في الأمام ورجلين في الخلف انتهينا إنه نظيف حقا والآن يا أصدقاء حان وقت القشدة التلوين أجل التلوين دعني أفعل الحركة أبدا بل نظل على الشجرة طوال النهار لحراسة التوت البري من الأفضل أن تبقي عينيك مفتوحتين يجب عليك ألا تنامي كوالا ما مصير التوت أنثى الكوالا نائمة طوال النهار وتأكل في أثناء الليل بينما لا ينام ذكر الكوالا في أثناء النهار
يجب أن نرسم؟ ذكر الكوالا. لرسم الكوالا نبدأ بالرأس. نرسم أولاً دائرة كبيرة للأذن وخطاً إلى أعلى الرأس، ثم دائرة أخرى كبيرة للأذن الثانية، ثم نكمل الرأس بنصف دائرة. نرسم نقطتين للعينين وأنفاً بيضوياً، ثم خطاً جميلاً للفم. نرسم جسده على شكل بيضوي كبير، ثم نرسم رجليه الأماميتين ورجليه الخلفيتين، ثم تلونونه بألوانكم المفضلة. مرحباً، مرحباً وأهلاً بالجميع، أنا ذكر الكوالا. أنت الكوالا نائمة. مرحباً كوالا، هلا حرست لنا التوت حتى نعود؟ أجل، بالتأكيد. يوبي، هيا أرنو، يمكننا الآن إحضار القشدة. انتظر يوكو، إذا أردتم رسم كوالا فافعلوا. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أرنو. إلى اللقاء يوكو.